ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور زبير خلف الله. دكتور زبير، بداية مرحبا بكم. بداية، يعني كيف تقرأ نتائج الانتخابات البلدية في تونس التي ظهرت اليوم؟ أولا تحية لكم أخي الكريم وللسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن هذه الانتخابات تأتي أيضا إضافة جديدة ولبنة جديدة في مسار التجربة السياسية التونسية التي خطت خطواتها منذ 7 سنوات وتحاول أن تثبت نفسها للعالم وتقدم نفسها على أنها نموذج جديد. حقيقة أنه ما قام به التوانسة في هذه الانتخابات يبين الدلالة على أنه هناك تطور في مستوى التجربة السياسية، وأن الانتقال من حالة التشنج الإيديولوجي ومن حالة التجاذب الإيديولوجي والفوضى الإيديولوجية إلى حالة الاستقرار والتقبل والتعايش السياسي بين الفرقاء السياسيين، هذا هو في الحقيقة هو العنوان الأكبر البارز في كون إنه التوانسة أو المنطقة بأكملها أو العرب بأكملها قادرين على أن يصنعوا تجربة ديمقراطية. اليوم التوانسة أدركوا تماما على أن هذه التجربة المسار الديمقراطي لا خيار لا عنه، ولا يمكن أن التراجع عن هذه التجربة الديمقراطية والتجربة المحلية. التجربة البلدية هي تجربة جديدة في الحقيقة، يعني لم نشهد لها مثيلا في أي منطقة من مناطق العالم العربي. فوز، عفوا، أكمل. نعم، وبالتالي هذه التجربة هي تأتي خطوة أولى في ترسيخ ما يسمى العقل السياسي الديمقراطي وتنظيم التجربة في تونس، وبالتالي ستكون نموذجا أيضا للبلدان العربية الأخرى. فوز حركة النهضة بأغلبية الدوائر إلى أي مدى يعكس نجاح المنهج ربما الذي اختارته الحركة وهاجمها عليه الكثير؟ أولا هو الوصف بشكل جيد. الفوز حركة النهضة هو أيضا الفارق بينها وبين حزب نداء تونس، هو فارق ليس كبيرا جدا، ولكن هذا يأتي على أنه يفند النظرية تقول بأن حركة النهضة أو الإسلام السياسي أصبح الآن تراجع تماما ولم يعد له فاعلية ولم يعد له مقبولية داخل الشارع السياسي التونسي أو داخل الشارع التونسي والشارع العربي. اليوم حركة النهضة تثبت تماما أنها حركة سياسية بعنوانها الإسلامي، ولكنها قادرة على أنها تقدم نفسها على أنها بديل، وعلى أنها حكم قادر، على أنها حركة سياسية قادرة أن تحكم البلاد، وامتلكت من ثقافة الدولة وممارسة السياسية الجديدة بإمكانها أيضا تكون مقبولة وقادرة على أن تصنع تجربة سياسية ناجحة. النقطة الأهم في هذه الانتخابات أنه نسبة المشاركة هي نسبة متوسطة، ليست نسبة ضعيفة وليس نسبة مرتفعة، ولكن هي نسبة متوسطة، ونحن نجد تماما أن هذه نسبة الإقبال على المشاركة تجاوزت 33%، وعلى هذا هي مسألة طبيعية. وبالتالي أعتقد أن تجربة الحكم المحلي وتجربة يعني تجربة الانتخابات البلدية أو الحكم المحلي هي تجربة جديدة في تونس، والنضج السياسي في تونس ما زال يتشكل بشكل أو بآخر، وبالتالي أعتقد بالمحطات القادمة الانتخابية ستعطي فرصة أكثر لمشاركة أكبر، وبالتالي تراهن حركة النهضة بشكل على هذه المشاركات. النهضة الآن لا تركز على فوزها، نعم، هي أيضا يعني تركز على نجاح التجربة. مع ذلك الحركة أيضا خسرت نحو 600,000 صوت مقارنة بآخر انتخابات. يعني من الواضح أيضا منذ اللحظة الأولى أن الشباب لهم رؤية في العملية السياسية، مع ذلك لم يشاركوا بتغيير الوضع وتقديم نخبة جديدة ترضي طموحهم من قبل. لماذا برأيك؟ هو أنا أقول لك أن النهضة أيضا خسرت أكثر من 600,000، يعني وصلت الدرجة إلى 1,000,000، وهذا طبعا النهضة عندما وصلت إلى السلطة ماكينة الإعلام، وهناك عدة أطراف أيضا حاولت أن تشوه حركة النهضة. أيضا هناك أيضا حركة النهضة لديها جملة من الأخطاء، يعني الاستراتيجية لم تستطع أن تصل إلى الشباب بشكل أو بآخر، ولكن بشكل أنا أعتقد أن النهضة
لم تخسر موقعها في البلاد بشكل ان هي ما زالت الان الحركه الاقوى في على الساحه، رغم ان فقدانها لجمله من الاصوات ولجمله يعني تصل الى درجه ما يكون صوت، وهذا مساله طبيعيه لان عمليه الانتخابات هي عمليه زئبقيه، ونحن نعيش في تجربه في تركيا نرى ان حتى حزب العداله والتنميه اللي هو الحزب الاكبر الان والاقوى في الساحه فقد العديد من الاصوات، وهذه مساله طبيعيه طبعا تعود لعده اسباب، اي حزب يكون في السلطه سيفقد شعبيته لان هناك هذه المنتخبين او الناس تنتظر منه ان يحقق له وعوده. طيب الان عندما لا تتحقق جمله من الوعود سيفقد صوته. من وجهه نظركم دكتور زبير، يعني كيف يمكن ان تستثمر حركه النهضه فوزها؟ طبعا الان لابد ان نكون موضوعيين وواقعيين، حركه النهضه الان هي اصبحت الاولى، هي فازت بالمرتبه الاولى، وتجربه الحكم المحلي والانتخابات البلديه ستفرز توافقات جديده سواء كان مع حزب نداء تونس سواء كان مع بعض الاحزاب الاخرى او القائمات المستقله، وبالتالي حركه النهضه الان لن تستطيع او لن تقدم نفسها على انها هي الوحيده التي ستتحمل المسؤوليه، هناك عمليه تشاركيه فتستمر حركة النهضة في استثمار التوافق السياسي مع حركة نداء تونس مع بعض الأحزاب الأخرى، وهذه في الحقيقة لأن عملية تجربة الحكم المحلي هي تجربة جديدة يجب عليها أن تتضافر كل الجهود السياسية من أجل إنجاح هذه التجربة. اليوم حركة النهضة يجب أيضا أن تقرأ بشكل موضوعي سبب عزوف الشباب أولا على هذه الانتخابات، لماذا هذه الانتخابات نسبة المشاركة قليلة، لماذا هذه المقاطعة، ما هي أخطاء حركة النهضة، لماذا فقدت أكثر يعني مليون صوت في هذه في هذه في هذه الانتخابات. بالتالي أنا أعتقد أنه عندما تقيم حركة النهضة مثل هذه الأخطاء أو مثل هذه الظروف أعتقد أنه عندما تذهب إلى انتخابات سنة 2019 ستكون يعني ماشي ستكون على أمر سليم وستعرف إلى أين ستصل، لكن إذا لم تقم بعملية تقييم ودراسة ووضع خطة واستراتيجية للمرحلة القادمة، وأيضا إضافة إلى ذلك يجب على حركة النهضة الآن أن تضع استراتيجية وأنها لا خيار لها سوى أن تقدم النجاح وأن تنجح في هذه البلديات، لأن في نجاحها في هذه البلديات والشعب عندما يراها وجها لوجه أنها تنجح وتحقق نجاحات كبيرة أكيد 2019 ستكون الانتخابات لصالح حركة النهضة ولن تكون بأي حزب آخر. دكتور زبير خلاف الله الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي، شكرا جزيلا لك.